تفضل سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مساء يوم الاثنين الماضي بافتتاح معرض ومنتدى البحرين الدولي للتقنيات الخضراء والذي تنظمه الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو بحضور معالي رئيس مجلس النواب وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة وعدد كبير من المدعوين. وقد شكر سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة سعادة مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو كاندي يوميكيلا لتلبية الدعوة وحضوره الشخصي واهتمامه ودعمه لهذا المعرض والمنتدى، كما تقدم سموه بالشكر لكافة العاملين في هذه المنظمة على تعاونهم البناء، مشيدا سموه بتجاوب الشركات العالمية المتخصصة في مجال التقنيات البيئية الخضراء التي شاركت في المنتدى. This is the first time this event is taking place. And you can see already from the response of Bahraini institutions and companies and other foreign companies that are here that this has a potential of growing. They're demonstrating technologies for recycling water, for dealing with solid waste, new construction material for housing, solar energy, hydrogen energy. So there are a lot of activities here that we're just convinced will grow. It's the first one, and we think it's going to be a big boost and boom for Bahrain in the future. في اليوم الأول من المعرض يوم أمس الثلاثاء صورت كاميرا هلا بحرين جوانب عدة من المعرض والذي حضره زوار بمختلف الأعمار والأجناس، حيث أشاد الكثيرون بما يحمله هذا المعرض من أفكار وأهداف تصب في فائدة البيئة في مملكة البحرين. وقد كان هناك عدة مشاركين من شركات وجامعات ومؤسسات محلية ودولية تعمل من أجل تحويل التقنيات الموجودة إلى تقنيات خضراء إيجابية للبيئة. أول شيء هذا أول معرض للتكنولوجيا الحديثة وتطبيقه في الأمور البيئية والاختراعات الجديدة الموجودة في العالم، ففي حوالي 80 شركة عالمية من شرق الأقصى الشرق إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية يقدمون آخر إنتاجهم في المعدات والتكنولوجيات الموجودة اليوم لضمان التنمية المستدامة لجميع الأمور البيئية. مشاركين طبعا في المعرض البيئي عندنا سيارات صديقة للبيئة، واحدة تعمل بالطاقة الشمسية والثانية تعمل بالهيدروجين. المشاركة هذه يعني جدا جدا مفيدة لنا ان احنا نتعرف على التقنيات الجديدة ونتعرف على الاشياء اللي تتعلق بالبيئة. طبعا وجودنا اليوم في معرض البحرين الدولي للتقنيات الخضراء هي مساهمة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري لعرض ما يحويه الجهاز المساحة والتسجيل العقاري من معلومات وخرائط لها علاقة بالتقنيات الخضراء والبيئة. طبعا أمور وايد كثيرة تتعلق في البيئة. طبعا جهاز المساحة والتسجيل العقاري تكون من عدة إدارات وهو الجهاز الوطني المسؤول عن إنتاج الخرائط.